بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. مهما يمر الزمن بينا وتتبدل المعاني والمفردات، ولو شفنا أخلاق أهالينا موضة قديمة ومجرد عادات، بيفكرنا ديننا ورسولنا إن أخلاق المسلم من الأساسيات، أساس إيمانه وتقواه في كل زمن ليه شكل ومواصفات. وأهم صفة في المؤمن هي الحياء، الحياء من الله والمؤمنين والمؤمنات. الحياء فصل من فصول الإيمان ولغة ما يعرفهاش غير الطاهرين والطاهرات. حياء المؤمن وإزاي كان رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام قدوتنا في الحياء، تفاصيل مهمة هنقولها النهاردة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار أسئلة حضراتكم. فضيلة الشيخ، سلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بسعادتك وأهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدات. الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال لنا أن الحياء من الإيمان، وأن لا يأتي الحياء إلا بالخير. مقصود بالحياء هنا إيه؟ بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، مصطلح الحياء مصطلح عملاق جدا، لكنه ظلم في الفهم، فظن الناس أن الحياء هو الكسوف والخجل، وبينهما فرق كبير جدا. العلماء قالوا إن الحياء هو عبارة عن تغير وانكسار يعتري المرء عند خوف ما يعاب عليه أو يلام به. مثلا أنا ماشي في الشارع من غير أي عذر، والأذان يؤذن وأنا قدام المسجد وتقام الصلاة وأنا ما بصليش، إزاي؟ وده أنا ينبغي أن أستحي من الناس. فالحياء صادر عن شخصية قوية جدا، والحياء ليس هو الكسوف والخجل. فالكسوف والخجل هو عبارة عن مثلا طالب في الفصل والأستاذ بيسأل سؤال وهو يعرف الإجابة تماما، ويمنعه كسوفه وخجله أن يقف فيجيب، عدم المواجهة يعني. بالضبط، فالكسوف والخجل يأتي يعني من شخصية ضعيفة مهزوزة لا تستطيع المواجهة، إنما الحياء يأتي من شخصية قوية تعرف ربها ثم تعرف نفسها وتعرف ما يعاب عليه. فالحياء من أعظم الصفات اللي ينبغي إن احنا نتربى عليها، لأن ربنا يعني الحياء هو أعلى الدرجات ويندرج تحته حاجات كتير قوي من ضمنها الكسوف. لا يا فندم، هو أنا الكسوف لا يندرج في الحياء أبدا أساسا. الكسوف غير مقبول أصلا. تخيلي حضرتك واحد له حق عند حد ومكسوف يطالبه به، تمام؟ حد بيعمل معصية ومكسوف، طب ما تعملهاش أصلا. حد بيرتكب منهي عنه وأزمة كبيرة بيعملها وهو مكسوف، ده شيء كارثي. فالكسوف والخجل لا يدخلان في الحياء أبدا. إنما الحياء يا فندم هو عبارة عن إن أنا هممت بمعصية فاستحييت من ربي فامتنعت عنها، هممت بتقصير في طاعة فامتنعت عنها، استحييت أن أكون جاهلا فتعلمت، استحييت أن أكون ناقصا فحاولت إكمال نفسي، استحييت من المعصية فابتعدت عنها، استحييت من التقصير في الطاعة ففعلتها، استحييت من أن أتخلى عن مسؤوليتي تجاه بيتي فقمت بها. فدائما الحياء لا يأتي إلا بخير إلا من هنا. عشان كده لو تلاحظ حضرتك، أنا لفت نظري حديث في منتهى العظمة. إيه هو؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اختصر قيم الإسلام كلها وأخلاق الإسلام كلها في خلق الحياء، لما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. يبقى عنوان القيم الإسلامية الحياء. ليه؟ لأنه الإنسان إذا استحيا أتى بكل شيء، فالحياء يأتي بكل القيم. وده السر في إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن كل الشعب الإيمان ما أتاش إلا بالأعلى والأدنى، وأتى بشعبة واحدة بس. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، يبقى أولها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يبقى الأول والآخر. طب كل الشعب اللي في النص قال يكفيك منها الحياء، والحياء شعبة من الإيمان. ما قالش والأمانة شعبة من الإيمان، ما قالش والصدق شعبة من الإيمان، ما قالش والتواضع شعبة من الإيمان، ما قالش والمسؤولية شعبة من الإيمان، لا 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 خالص، إنما قال والحياء شعبة من الإيمان. فالعلماء قالوا ليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر من شعب الإيمان إلا الحياء؟ قال لأنه الإنسان إذا تخلق بخلق الحياء أتى بكل الشعب.
فالصلاة شعبة من شعب الإيمان، فأنا هستحي أن أسمع منادي الله ينادي الله أكبر ولا أجيبه. الزكاة من شعب الإيمان، فأستحي أن يكون علي زكاة ولا أؤديها. الحج من شعب الإيمان، أستحي أن يأتي منادي الله عز وجل وأنا قادر على ده وما أعملوش. الله ينور على سعادتك. فالإنسان إذا تخلق بخلق الحياء أتى بكل الشعب الإيمانية. يكفينا شرفا أن ربنا سبحانه وتعالى يتصف بصفة الحياء، يكفينا شرفا أن الملائكة تتصف بصفة الحياء، يكفينا شرفا أن الأنبياء يتصفون بصفة الحياء، يكفينا شرفا أن الأولياء يتصفون بصفة الحياء. الله رب العالمين من أسمائه الحسنى الحيي، ما أقولش الحي، الحي يعني الذي له صفة الحياء، إنما الحيي الذي له صفة الحياء على ما يليق بجلاله. نثبت لله صفة الحياء كما يليق بجلال وجه الله عز وجل، بلا تشبيه وبلا تكييف وبلا تمثيل، لأنه حياء الله عز وجل غير حياء البشر. فنثبت لله ما أثبته لنفسه. الله حيي، وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي ستير، والحديث الثاني إن الله حيي كريم. حيي ستير، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. طيب، وحيي كريم يستحي أن يرفع إليه العبد يديه فيردهما صفرا خائبتين. يعني ربنا حيي، فالله أحق أن يستحيا منه. فالواحد فينا يا جماعة لو يحاول أن يستتر حتى لو هو لوحده في البيت ما يمشيش عاريا كاملا، لا خالص، لأنه ربنا حيي ستير. استحي من الله عز وجل، استر نفسك. إن كنت بعيدا عن أعين الناس فلست بعيدا عن أعين الله عز وجل. قال الله عز وجل ألم يعلم بأن الله يرى، ده أعظم ما يولد الحياة. قال الله عز وجل يعلم السر وأخفى. قال الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. مين الشخص اللي احنا نقدر نقول عليه ده ما عندوش حياء؟ اللي بيعمل ايه؟ الانسان، بص شوفي حضرتك، الحياء عكسها الجفاء، اللي احنا بنسميها للأسف البجاحة. اللي هو الانسان اللي يعصي ولا يستحي من المعصية. انسان ما عندوش حياء ماشي عكس، يضايق في الناس ويبص للناس ويغلط فيهم. انسان ماشي شايف نفسه ما بيعملش حاجة، لا هو عارف انه غلط بس بيبجح في الناس، ما عندوش حياء. زي الانسان اللي بيعمل معصية ولا فارق معاه لا خالص. ازاي؟ أعوذ بالله. ده لابد انه احنا يحصل عندنا حياء. ما هو الانسان اللي ما عندوش حياء اللي هو الانسان اللي بيعمل الغلط ومش فارق معاه، لانه الانسان لما يعمل غلط ويبقى مستحي ما زال فيه خير. انما الانسان ليه رجعه، نقدر نرجع بالضبط، ما زال في نفسه خير. انما تخافي امتى يا فندم؟ لما الانسان يعمل معصيه وبيحاول يستتر عن اعين الناس ومش فارق معاه نظر ربنا. او فاكر ان مفيش حد شايفه، ما دام مفيش حد من البشر شايفه فيبقى كده محدش عارف عنه. ده الاصعب منه، انه يعمل الغلط قدام البشر. يا ساتر يا رب. ولا فارق معاه حتى لا رب البشر ولا البشر. اعوذ بالله. ده الازمه انه يعمل العمل وقد لا يراه الناس فيكشف ستر الله عليه، يجهر، يصور نفسه، يجهر وبيعمل معصية. طب هو ده ما عندوش حياة. وخلي بال حضرتك، لا يفعل ذلك إلا من سقط من عين الله عز وجل. يا ساتر يا رب. شوفي حضرتك، ما حدش فينا، بس دي صعبة قوي طبعا، ما تحصلش إلا بعد يعني عدد من الذنوب كتير قوي. شوفي أقول لحضرتك على حاجة، ما حدش فينا ما بيذنبش، أكيد ما حدش فينا ما بيغلطش، بس نغلط ونرجع لربنا سبحانه وتعالى. كل ونرجع خطاء، وخير الخطائين التوابين. الله ينور على سعادتك، وخير الخطائين التوابون. عارفة حضرتك الإمام ابن القيم يقول إيه؟ يقول حرصك على الذنب أشد عند الله من الذنب، اللي هو العزم على إنك أدي واحدة. طب حاجة تانية، وحزنك على فوات الذنب إذا فات أشد عند الله من الذنب. وحرصك على أن تستر نفسك عن أعين الناس وأنت تذنب ولا يضطرب قلبك لنظر الله إليك أشد عند الله من الذنب. وفرحك بالذنب أشد عند الله من الذنب. طبعا المجموعة دي كلها مجموعة إنسان سقط من عين الله
مبقاش عنده حياء. إنما الإنسان اللي بيستحي من الناس، بيستحي من الله عز وجل، إنسان مازال فيه خير، عمل معصية ومتضايق وندمان. أي بالظبط. لما أحد صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصراحة تأخر عن صلاة الجمعة فحضر والناس منصرفة من المسجد، فتنكب الطريق، يعني بعد خالص كده عن طريق الناس وابتعد وستر نفسه ورجع إلى بيته. فواحد شافه فسأله قال له أنت عملت كده ليه؟ قال له لا خير في من لا يستحي من الناس. ما فيهوش خير الإنسان اللي بيستحيش من الناس. الإنسان البجح اللي بيعمل، كنت هقول له احنا بنقول عليه بجح. طبعا اللي بيعمل الغلط وبيجاهر بيه ومش فارق معاه، وتيجي تكلمه يقول لك انت مالك، ده كارثه. اللي قدام الناس بيعمل الغلط ومش فارق معاه، تلاقي مثلا العربيه ماشيه والكنز طاير من الشباك، او كيس قمامه طاير من الشباك، ولما حد يقول له انت عملت غلط يبجح فيه، يبجح فيه ويعمل مشكله كبيره جدا، وانت دخلك ايه؟ كارثه. طب احنا ليه اخلاقنا اختلفت؟ يعني زمان ما كناش نشوف اللي بيحصل النهارده. قرب وبعد، بمعنى قرب وسهوله المعصيه وبعد بعض الناس عن الله. صحيح، هو ده السبب. صحيح، سهلت قوي مع اقبال الناس على الدنيا قوي، وعلى الماديات قوي، وعلى السوشيال ميديا قوي، وعلى التكنولوجيا قوي، فرقت فتتت بعدت كتير من الناس عن ربنا سبحانه وتعالى. فسهلت المعصية وسهلت ده، معرفناش نستخدمها صح. مظبوط، يعني خدنا منها السيء أو السلبي وسبنا الإيجابي. بالضبط. مع أنا شو يعني من وجهة نظري، لما قربت المعصية وبعد بعض الناس عن الله تغيرت قلوب بعض الناس. تستغربي من الأمة، وبقى الحقد أكتر. أيوة. والحسد أكتر. أيوة. والغل أكتر، والقسوة أكتر. صحيح، والقسوة أكتر. صرنا نرى، ظهرت كل أمراض القلوب. بعيد عنه عنك. أيوة أيوة، صرنا نرى من يعق والديه ولا يرمش له رمش، ومن يقطع رحمه ما يتهزش ويباهي بإنه قاطع للرحم، واللي له عندي حاجة يجي ياخدها. إيه ده؟ أيوة بعمل، واللي له حاجة لا حول ولا قوة إلا بالله. أزمة. فتغيرت القلوب. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وعشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا، والحديث عند الإمام مسلم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صحيح، ربنا لا بينظر لهدومي ولا العربيتي ولا البيتي، إنما بينظر لقلبي، شوفوا حلو ولا لا. قال الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. حصل بعد الرضا، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة. الله على صاحب القلب الحلو. صحيح. الله عليه لما بينعم برضا ربنا وينعم بالسكينة، وربنا يفتح له الأبواب المغلقة، وربنا يوسع له الأرزاق، لأنه صاحب قلب حلو. ما نقولش بقى عليه ده طيب أصله ما بيعرفش ياخد حق، نقول طيب ده طيب، إحنا اللي فاهمين الطيبة غلط. طب خلينا نفسرها بعد الفاصل، نروح لفاصل ونرجع نكمل محاضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. صلي على سيدنا النبي. ما هو سيدنا النبي قال لي لما هتصلي عليا ربنا يدي لك حاجتين، تكفى همك ويغفر الله ذنبك. هو أنا عايز إيه؟ ده جماع لخيري الدنيا والآخرة. من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الآخرة. خلاص. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق حلا وسعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة. مشاهدينا مرة تانية معنا النهاردة فضلت الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار أسئلة حضراتكم. فضلت الشيخ كنا بنتكلم على الطيبة، وإنه بعض الناس بيتخيلوا إن القلب السليم الطيب إنه بالبلدي كده زي ما بيقولوا يعني ضعبط، ده على نياته. يا سيدي ده ما تفكرش فيه، ده تقدر بكلمتين خلاص تقدر تاخد اللي انت عايزه منه. والقلب السليم هو أقرب القلوب عند ربنا سبحانه. يكفيه شرفا ان اسمه طيب، والطيب ده الحلو قوي، من أسماء الله الحسنى الطيب، واسم مدينة سيدنا النبي طيبة الصلاة والسلام طابة. فالطيب
يكفيه شرفا ان اسمه كده. والطيب انسان مش عبيط، انما انسان عارف ربنا، مسلم امره لله قوي. الطيب انسان عارف اللي حواليه كويس بس مش قادر يأذيهم، اصله قلبه طيب. الطيب عمره ما كان ساذج ابدا، ويقدر ياخد حقه، بس هو ما عندوش استعداد حد يتأذي بسببه، ولذلك دايما العاقبة له مهما عمل الناس ومهما أذوه الناس. والله ما يعرفش يتغير، يعني ما ينفعش يبقى النقيد، لا لا لا، ما ينفعش يبقى حاجة تانية. هو قلبه بقى حلو وقلبه طيب، وأكتر حاجة تدخل الناس الجنة القلب الطيب. الله، قال له إني لا أبيت ليلة، سيدنا النبي قال اللي هيعدي من قدام من قدامكم من أهل الجنة، ثلاث أيام سيدنا النبي بيشهد له بأنه من أهل الجنة، ده صاحب قلب طيب. راح لسيدنا عبد الله بن عمر، قعد معاه، في الآخر قال له أنت بتعمل إيه؟ ده سيدنا النبي قال إنك من أهل الجنة. قال له إني لا أبيت ليلة وفي قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من الناس. الله، قلبه طيب. ما هو ربنا اللي بيقول لي في القرآن إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. قلب طيب. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. قلب طيب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب طيب. والله يا صاحب القلب الطيب لينصرك ربنا الطيب. صحيح، خلصان. صحيح. فمن أعظم ما يكون، اوعوا تستهينوا بالطيب. والله العظيم إحنا ما قدوا ولا قد حد طيب، إحنا أزيناه ولا قد حد طيب، فاشتكينا لربنا. أيوة، لسه هقول يرفع وشه بس للسماء ويقول يا رب. ما نقدرش يا فندم، ما نقدرش خالص. أنا أستحي من الله أن أنا أأذي حد طيب أبدا. ما انتش قده. اوعى تأذي من ليس له الا الله. صحيح. بس. ونعم بالله. الحياء بيجي منين؟ الحياء بيجي منين؟ حلوة دي. ممكن نروح نسأل عليه ولا حاجة. ندور بقى. يعني. ما احنا في الزمن ده لازم ندور. ايوه والله صدقت. العلماء قالوا جملة حلوة قوي يا استاذة لميان. ليه؟ يتولد ويأتي الحياء من رؤية التقصير ورؤية الآلاء. يعني من المأثورات. يعني يتولد الحياء من رؤية التقصير ورؤية الآلاء. يعني إيه؟ يعني يأتي الحياء لما أشوف نفسي قد إيه أنا مقصر في حق ربنا، وقد إيه ربنا مغرقني نعم. صحيح. فمن هنا أستحي. ولذلك في سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أدل من هنا يأتي الحياء. أبوء لك، أبوء يعني أعترف بأن غرقان نعم، أعترف إن أنا في الجنة، أعترف إن أنا يا رب، والله وأنا بتكلم عن نفسي أنا بعترف إني في نعمة ما كنت أحلم بها أبدا، أعترف إني في نعمة ما أستحقها. في ناس، لكن هو كريم قوي مهما ربنا، وأنا مقصر. صحيح. فمن هنا أستحي. في ناس مهما ربنا يديهم تلاقيهم دايما بيشتكوا. لما الواحد بيقعد يفكر ويقول احنا لو جبنا ورقة وقلم وكتبنا احنا ايه الحاجات اللي مضايقانا في الحياة وايه الابتلاءات اللي مضايقانا، وزي ما بيقولوا كده منغص علينا عشتنا، وكتبناها في ورقة وكتبنا قصادها النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بيها، هنكسف من نفسنا. ده صحيح، بس لابد من المنغصات طبعا، ما اختبارات. ايوه. وحاجه تانية، شوفي اقول لحضرتك، هو احنا هنا قاعدين مش ماشيين ولا دي محطه؟ محطه، واصغر محطه. ربنا مهما طالت بالنسبه لنا، هم ثلاث فصول، يعني هي روايه ثلاث فصول. اقل فصل الدنيا، واسمها الدنيا مش عشان دنيئه، عشان هي الادنى والاقرب الي. فصل اطول شويه البرزخ، فصل خالد مخلد القرار. يبقى ثلاثه. طيب انا هنا في الدنيا، هو هنا المستقر؟ لا. فمهما زاد النعم لابد لها من منغصات. طب عشان ايه؟ علشان اعلم انها مش هنا المستقر، وعلشان الجأ لربنا فيكتمل ايماني، وعلشان لا أأنس الا بالله رب العالمين، واجهز للي جاي، اجهز بقى للي انا رايح. بالظبط. عارفه حضرتك، وانا اقرا عن كثير من العلماء اكتشفت حاجه عجيبه جدا، شفت حاجات كتيره. انا بحب قراءه التراجم، يعني حياه العلماء وعاشوا ازاي وحصل معهم ايه والمشاكل اللي تعرضوا لها وحلوها ازاي، ولا سيما العالم اللي كتب عن نفسه زي العقاد مثلا كده، كتب كتاب عن نفسه سماه انا، وكتب كتاب عن فكره سماه حياه قلم. فبحب اقرا ده. فلاحظت حضرتك حاجتين مهمين جدا. الحاجه الاولى انه معظم العلماء في نهايه حياتهم يندمون على عدم تفريغ اوقاتهم كلها للقران. يا سبحان الله. والله.
ومعظمهم يموت والقرآن على صدره سبحانه. مهما عمل من علماء الكلام، من علماء الفلسفة، من علماء المنطق، من علماء الفقه، من علماء العقيد، أيا كان يرجعوا للقرآن الكريم، يقول يا سلام والله لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما ركزت إلا على القرآن الكريم. الحاجة الثانية بقى يقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى يبدأ يكشف للإنسان الكثير ممن حوله من الصديق المزيف زي ما بنقول ينور له بصير، أيوة، والعدو المتلون، ويبدأ حاجة تانية يزهدوا في نعم ولذائذ الحياة، خلاص شبع منها. عشان إيه؟ لا يأنس إلا بالله ونعم بالله. يبدأ كده ربنا سبحانه وتعالى يخلص قلبه لربنا لنفسه، يبدأ يعمل إعادة ترتيب في القلب. كل ما الإنسان يكبر خلاص الحمد لله ولاد اطمنت عليهم، وده اتجوز وانطلق في حياته، ودي اتجوزت وانطلقت في حياتها، ويبدأ ربنا يفرغك لنفسه. كل واحد انشغل بنفسه، انشغل انت بقى بربنا، فرغك هو ربنا ليه. فبدأ خلاك قمت بدورك، أيوة، وداك الوقت اللي تبقى قريب منه هو ده عشان تشتغل عنده. وعشان تبدأ بقى ايه تراجع حساباتك معاه وتجهز نفسك للقائه. نعم. فيتولد الحياء من رؤية النعم واللي هي الآلاء ورؤية التقصير. طيب لو تكلمنا عن مواقف بقى في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام تبين لنا بجد معنى الحياء على حقيقته. شوف يا حضرتك، احنا بنقول ان الحياء انواع كتير قوي. عندي حياء من الله، وعندي حياء من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وعندي حياء من الملائكة، وعندي حياء من النفس، وعندي حياء من النفس. تمام، خمسة كده على الإيد. حياء من الله، حياء من الملائكة، حياء من الرسول، حياء من النفس، حياء من الناس. كل واحدة عايزة حلقة، أيوة لوحدها. لكن أنا أستحي من الله عز وجل، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال لي انتبه وخلي بالك، أنت قدامك مقامين، اختار واحدة منهم، لأنه مالكش حاجة تانية تالتة. المقام الأول مقام المشاهدة، والمقام الثاني مقام المراقبة. مقام المشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه، أنت تشاهد الله في كل شيء. بشاهد ربنا في عملي فبتقنه، بشاهد ربنا في أولادي فأحسن تربيتهم، بشاهد ربنا في علمي فأتقي الله فيه. أنا شايف ربنا في كل حاجة. طب إن لم تكن أنت تراه فهو يراك، يبقى يا إما مقام المشاهدة يا مقام المراقبة. تمام. فاعلم أن الله يراك. ألم يعلم بأن الله يرى؟ نروح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. حيي كريم، ستين من المواقف كتير جدا. مثلا موقف من المواقف، حضرتك بتقولي موقف فيها حياء، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إليه امرأة بثوب زي عباية كده نسجتها له، وكانت الدنيا شتاء وبرد، فأهدتها لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذها النبي محتاجا لها، يعني هو محتاجها. فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم. ما إن استقرت على جسمه إذا برجل من الصحابة يقول له الدهاني يا رسول الله. فسيدنا النبي ما قالش لا أبدا، طبعا أبدا. فاستحي النبي أن يقول له لا، فجاء قالع العباية ومديها للرجل، فأخذها الرجل فرحان قوي. فالناس بيلوموه بره، إزاي أنت عارف أن سيدنا النبي هيستحي وهيديها لك وهو أخذها محتاجا إليها، فإزاي تطلبها منه؟ قال والله ما طلبتها منه لتكون علي في الحياة، إنما طلبتها منه لتكون كفنا لي، رجاء أن يرحمني الله بها، لأنها لمست جسم الرسول فكانت كفنا وتكفن بها. فاستحي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرد. بالضبط. لما جه راجل وكان رجل سيء يعني من بعيد، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس أخو العشيرة، أخلاقه سيئة وسيء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم استحي أن يغلظ له القول وهش له وبش. فالسيدة عائشة بتقول يا رسول الله يعني أنت هششت له وبششت وقابلت كويس جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتني فاحشا متفحشا؟ يعني أنت عمري ما كان فيه فحش أبدا، والفحش عكس الحياء تماما. فكل مواقف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حياء عظيم، حياء من الناس، حياء من الله تبارك وتعالى، حياء من أعدائه، حتى ما دعا على أحد أبدا، استحيى أنه يدعى حتى على أعدائه. لما جاله ملك الجبال وقال له يا رسول الله لو أمرتني أن أطبق عليهم الجبال فعلت،
فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، فإني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. فحياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت قائمة على الحياة. موقف تاني، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد فمتكئ شوية كده قاعد على جنب، فدخل أبو بكر والنبي على حاله، دخل عمر والنبي على حاله، دخل سيدنا عثمان فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم. فالسيدة عائشة بتقول يا رسول الله دخل أبو بكر دخل عمر وأنت على حالك، لما دخل عثمان اعتدلت يعني لا استحي من رجل تستحي منه الملائكة. الله، اللي هو مين؟ سيدنا عثمان. الصحابة كلهم حياء، بس سيدنا عثمان تميز بالحياة. الصحابة كلهم رقة ورحمة، لكن الصفة دي تميزت قوي في أبو بكر. الصحابة كلهم قوة وشجاعة لله رب العالمين، لكن برزت قوي عند عمر. فسيدنا عثمان رجل تستحي منه الملائكة، موقف استحى منه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء قاعد واعتدل وقال لها ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فحياة سيدنا النبي كانت قائمة على الحياة، وينبغي نحن أن نستحي من سيدنا النبي. واعلموا أن فيكم رسول الله، نستحي من سيدنا النبي فنؤدي له حقه، نستحي من سيدنا النبي فنحبه، نستحي من سيدنا النبي فنطيعه، نستحي من سيدنا النبي فنحيي سنته، نستحي من سيدنا النبي فنقتدي به. نعم، اتحرم اللي بيقول لما تسأل أي حد بتحب الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام هيقول لك طبعا. في ناس بتقولها كلمة لكن هي المعنى الحقيقي واستشعار الحب الحقيقي للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لو ما حسش بيه جوه قلبه بجد هو اتحرم من سعادة ومن نعمة كبيرة. ده صحيح. نعم. طيب نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. مرحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف. فضيلة الشيخ، وإحنا بنتكلم عن الحياء، يمكن أكتر نماذج أنا شفتها عندها حياء بجد الشخص اللي ممكن يكون محتاج وفي حوجة شديدة جدا، وزي ما بنقول كده ما باليد حيلة ومغلوب على أمره، هو طرق كل الأبواب علشان خاطر يتفتح له أبواب رزق ويقدر إن هو يكفي بيته أو يكفي ولاده أو ما يحتاجش لحد وما قدرش. اللحظة اللي بيطلب فيها أو اللحظة اللي انت بتسأله فيها، بلاش اللي بيطلب لأنه أغلبهم ما بيطلبوش. يعني أنا ده حصل قدامي وشفته في بعض النماذج، محتاجة إيه؟ تبص في الأرض وتبصلي وتسكت. طب قولي انت نفسك في إيه؟ تبص في الأرض وتبصلي وتسكت. فأنا بقيت مستغربة الأول، ما فهمتش هي ليه مش عايزة تقول. بعد شوية اكتشفت إن هي عندها حياء إنها تطلب مننا وإنها تتصور قدام الناس وتقول إنها ما عندهاش تاكل وما عندهاش تشرب وما عندهاش سقف وما عندهاش بيت وما عندهاش فلوس تصرف على بناتها وما عندهاش أي حاجة. فقلت سبحانك يا رب، في ناس بيبقى معاهم ويمدوا إيديهم ويطلبوا بكل بجاحة. ده صحيح، وللأسف إحنا لو الواحد فينا استحي أن يكون بخيلا كان كريما. صحيح. فالإنسان فينا إذا استحي أنه حد من أسيادنا الفقراء يطلب منه يديله قبل ما يطلب. طبعا. عجبني قصة واحد من الأصدقاء رايح لصديقه، خبط عليه، تفضل، دخل سلم عليه، فطلب منه مساعدة معينة. قال له عايز منك مبلغ من المال كذا، هسدد به دين كذا، ثم أعيده إليك في وقت كذا. فاداله الفلوس ودخل إلى زوجته يبكي، فزوجته مش فاهمة هو بيبكي ليه. فبتقول له أنت بتبكي عشان اديته الفلوس؟ كنت اعتذرت له؟ قال لا والله، ولكنني أبكي لأنني قصرت في حقه، فلم أتفقد حاله وتركته حتى أتى إلي يطلب. وكان ينبغي علي، هو صديقي وصحبي، إن أنا أنظر إليه فأرى حاجته فأؤديها من غير ما يطلب. فإحنا محتاجين نعمل ده مع أسيادنا الفقراء. السيدة عائشة شوفي حياءها، لما كانت تجيب الفلوس وتعطرها. أنا أعرف حد ناس من أصحابي يعمل حاله حالهم
مش بيعطروها بس، لازم تكون جديدة. أول إيد أنا بس هلمسها عشان أعد، وتروح جديدة ومتعطرة وفي ظرف جديد وحلو لأسيادنا الفقراء. والله استشعار المعاني دي من أجمل الحاجات، وحياة ربنا. بص حاجات بسيطة قوي، بس البني آدم اللي بيعملها هو عارف قيمة السعادة اللي بيحسها وبيعملها. هو حاسس بسعادة، ما هو ده حياء، حياء. وبعدين لما كان أحد من أسيادنا الفقراء يدعي الأمنا السيدة عائشة، ترد الدعوة بدعوة، تقول لها بارك الله فيك، تقول لها بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، تقول لها كفاك الله شرا. فبيسألوا السيدة عائشة ليه؟ قالت عشان الدعاء ما يبقاش قدام الصدقة، يبقى دعاء قدام دعاء والصدقة لله عز وجل. وكانت تخلي إيدها كده عشان الفقير يبقى إيده فوق، فقير قدام سيدي الفقير، يبقى هو اللي إيده العليا، هو اللي إيدهم عليا. إحنا المستحيناش من ده، يبقى إحنا غلط. صح. سيدي الفقير هو اللي ايده عالية عليا، انا بقضي له حاجة دنيوية، هو بيقضي لي حاجة دنيوية واخروية. صحيح. واحنا لو بخلنا احنا اللي نضيع. ها انتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه، والله الغني وانتم الفقراء، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. فانا محتاج المعنى ده، معنى ان انا استحي ان انا انتظر حتى يطلب الفقير. بيعجبني في جمعية البر والتقوى انها جمعية منظمة جدا، وبالتالي بتعمل دراسة، ما بتستناش لما الناس تطلب، عرفت انه حد من اسيادنا الفقراء هنا، تروح تشوف البيت، فتشوف البيت هم عايز هم يبحثوا. أي والله ينور على سعادتك، وتكتب وتعمل دراسة، محتاج إعادة تأهيل، محتاج فرش، محتاج أجهزة. كتبت، يلاقي حد من أسيادنا الفقراء جاي يؤدي له، هو عارف إن ده مجرد موظف بيؤدي، فالتاني حاسس براحة. مش أنا اللي بديلك، ده أنا مجرد واسطة. مش أنا اللي بديلك، ده أنا مجرد همزة وصل. مش أنا اللي بديلك، أنا مجرد ساعي بريد. حتى لما الجمعية بتعرض نماذج بتبقى مستأذنة من أصحابها طبعاً، وصاحبها راضي طبعاً وتمام. وعلى فكرة اللي ما بيرضاش يتصور، وده حصل برضو معايا، يمكن أنا بنقل لكم دايماً صور الحاجات اللي أنا مريت بيها مع الجمعية والمواقف اللي حصلت لي وشفتها بعناية وحصلت معايا أنا شخصياً. وكان في عروسة وبنسلمها جهازها، والبنت رفضت إن هي تصور ما كل فيش يحترم ذلك. طبعاً بنحترم ده جداً جداً. ولما بتعرض كمان هي بتقول لكل المشاهدين ده شغلكم، دي حاجتكم، الأمانة وصلت إلى أهلها. وفي نماذج بتبقى مبسوطة وهي اللي بتطلب على فكرة أن هي تتصور، علشان تقول للناس أنه لا، الجمعية في مصداقية، هم فعلا عملوا حاجتي. ومش معنى أن البنت رفضت أن هي تتصور كان جهزها، أنه الجمعية تقول لا مش هتاخديه. يعني أنا رحت تاني يوم كنت بصور في نفس المنطقة، ولقيت أختها بتندهلي، أنا كنت شفتها، فدخلت سلمت عليها لقيتها بتعيط. فورتنتي بتعيطي ليه؟ قالت لي اسلهم قالوا لي ان عشان انا مرضيتش اصور هتاخدوا الحاجه مني. ده الناس مش الجمعيه، الناس. لا الناس بيقولوا لها انت مرضيتش تتصوري، دول هيجوا بكره ياخدوا الحاجه بتاعتك. لا طبعا عمرهم ما بيعملوا كده، وهو بيبقى هدفهم هو تلبيه رغبات الناس. الله الله، يعني التعاملات مع ربنا. الله يكبر خاطرك. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الصدقه كثيرا، واخبرنا انه من ضمن الناس اللي ربنا هيظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. بس إيه هو الظل؟ نقوله لما نعلق ونتكلم عن المستشفى. حضرتك كنت بتتكلم عن ظل يوم القيامة. مظبوط. سبعة يظلهم الله في ظله. يعني إيه في ظله؟ العلماء اتكلموا قالوا في ظله، هل فعلا هيبقى ظل حقيقي الإنسان بيستظل فيه، لأنه هيبقى فيه شمس أو حر، وأنت محتاج الظل، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء في ظل صدقته يوم القيامة. هذا معنى ظل حقيقي، ظل ظليل يمنع عنك الحر إلى آخره. ولا هل الظل هنا الحماية؟ لأنه في اللغة العربية لما أقول فلان في ظلي، في حمايتي، يعني في حمايتي، اللي هيدوس على طرفه يبقى تعرض لي أنا، والاثنين صح. فأنت هتبقى في حماية ربنا يوم القيامة لأنك حميت حد من أسيادنا الفقراء. هتبقى في حماية ربنا يوم القيامة لأنك قضيت حاجة حد من أسيادنا الفقراء. ومن أعظم القضاء الحاجة علاج المريض. المريض علاج طبعا. المريض
أسبق من إطعامه، لأن أنا لو قدامي جائع ومتألم هيبقى عايز العلاج مش عايز الأكل. الله يكبر خاطرك، بالضبط. فأنا محتاج أن أنا أخفف ألم المتألم قبل أن أذهب جوع الجائع. ولذلك هو ده اللي بدأ به ربنا في العتابات الأربعة. ربنا عتبنا أربع عتابات في حديث قدسي عظيم، الحديث في الصحيح: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ مرض عبدي فلان فلم تعده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. خلص لوجدتني، لاحظ النص: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. الثلاثة: استطعمتك، استكسوتك، استسقيتك، لوجدت ذلك عندي. إلا المريض لوجدتني عنده، لوجدت رحمتي عنده، لوجدت عطائي عنده، لوجدت استجابة دعائي عنده. فمن أعظم مصارف الزكاة اللي هتبقى زكاة جارية وصدقات جارية إن أنا أساهم في بناء مستشفى. الجميل في جمعية البر والتقوى إن لما بتعمل مستشفى بتعمل حاجة تليق صحيح بأسيادنا الفقراء. أكيد حضرتك رحت شفتها وأنا كمان رحت شفتها، حاجة فندقية. يعني ما شاء الله جمعية البر والتقوى اللي اتعملت في دمياط، مستشفى جمعية البر والتقوى في دمياط مستشفى فندقي صحيح، غرف العمليات حاجة مشرفة، أوض الكشف حاجة مشرفة، المكان رائع جدا جدا. زي إن شاء الله بإذن الله مع التطوير كمان هيتعمل بإذن الله في مستشفى جمعية البر والتقوى في الصف، وده إن شاء الله سلسلة مستشفيات تتعمل تاني في كل مكان يحتاج إلى مستشفى، ملف كبير للمستشفيات في جمعية البر والتقوى. أعظم مصرف من مصارف الزكاة، لأنها ساعتها تبقى زكاة جارية لأنها مستمرة. فطول ما المستشفى دي شغالة طول ما أجرك موجود. يلا نعمل عدات حسنات، الله، يلا نعمل مشروع وآثارهم. مشروع حلو خالص. يعني إيه؟ يعني إيه؟ ربنا في القرآن يقول إيه: ونكتب ما قدموا وآثاره. وآثاره يعني إيه هانم؟ معليك المجلس اللي احنا قاعدينه ده مجلس علم بنتعلم فيه كلنا وبنعلم أحبابنا، ده بنقدمه لله عز وجل. فكل عمل خير بعمله في حياتي ما قدمه. طيب أنا بقى عامل خير هيشتغل بعد مماتي، فده وآثارهم. عملت كتاب فكل من تعلم منه بعد موتي وآثارهم. ساهمت في بناء مسجد وآثارهم. ساهمت في بناء مستشفى وآثارهم. قال الله عز وجل: علمت نفس ما قدمت وأخرت. الله، ما قدمت ما أنا فيه الآن، كل عمل صالح قدمته لربنا سبحانه وتعالى هو الباقي بجد. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، والباقيات الصالحات. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق. فكل عمل صالح، كل صدقة، كل جبر خاطر، كل قضاء مصالح، كل تيسير أمر أنا قدمته في حياتي، ده بقى إيه؟ ما قدمه. خلاص تمام؟ أنا بنيت للآخرة. حلو، بس أنا بقى مش عايز أموت فينتهي الموضوع. لا، وآثارهم مشروع عظيم جدا جدا. أقدر أساهم مع جمعية البر والتقوى في بناء المساجد، أقدر أساهم مع جمعية البر والتقوى في بناء المستشفيات، أقدر أساهم مع جمعية البر والتقوى في أمان ودفع، أقدر أساهم مع جمعية البر والتقوى في القوافل الطبية والدوائية والعلاجية والكسائية وإطعام الطعام. بالضبط، شوف اللي أنت شايف نفسك فيه وهتلاقي، وتابع بنفسك، فهنا يكون وآثارهم. ربنا يا رب يتقبل من الكل. نورتني يا فضيلة الشيخ، بشكر حضرتك. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشت وكان لي عمر اشوف حضراتكم بكرة على خير ان شاء الله. سلام عليكم. صلي على سيدنا النبي. ما هو سيدنا النبي قال لي لما هتصلي عليا ربنا يدي لك حاجتين: تكفى همك ويغفر الله ذنبك. هو انا عايز ايه؟ ده جماع لخيري الدنيا والاخره: من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الاخره. خلاص، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق
حلا وسعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.